ظهور أول شعاع شمس انطلقت صافرة بداية المرحلة النهائية لبطولة العالمين للترياثلون التي يشارك فيها ما يزيد عن 550 لاعب من دول مختلفة في رياضة أشبه بالماراثون، وتبدأ بالسباحة في البحيرة الكريستالية بقلب مدينة العالمين الجديدة، ثم ركوب الدراجات بمسار الدراجات المجهز بالطريق الساحلي، وينتهي الأمر بالجري في الممشى السياحي. الحمد لله السنة دي قدرنا نوصل 550 متسابق حوالي، كان في 15 جنسية أجنبية منهم 35 متسابق أجنبي. السنة دي احنا عدد متسابقين أكتر، بطولة بتحتاج منها تجهيزات مختلفة عن أي بطولة تانية، لأن احنا بنبقى في تنسيقات مع جهات تانية زي وزارة الداخلية مثلا وهيئة الإسعاف عشان نقدر نقفل الطريق برا ويبقى متأمن للطريق العجل. المسافات الرسمية حددت على النحو التالي: أولاً 1500 متر سباحة، وثانياً 40 كيلومتراً سباق للدراجات الهوائية، وثالثاً 10 كيلومترات سباق الجري المأخوذة جميعها من التخصصات الموجودة في البرنامج الأولمبي. ويأتي السباحة أولاً حتى يكون اللاعبون بكامل طاقتهم ولا يشعرون بالإرهاق بعد مسافة قصيرة، حيث يمكنك التوقف في أي وقت للاستراحة أثناء ركوب الدراجة أو الركض، الأمر الذي لا يمكن فعله أثناء السباحة. العوم كان صعب شوية، كان فيه شوية موج كده، بس العجل كان أحسن السنة اللي فاتت، وجري كان أحسن كتير عشان الشمس كانت أهدى شوية، الجو السنة دي أحلى. بلعب ترياثلون سباحة عجل جري، بس النهاردة شاركت مع فريقي في ريلي تيم، زميلتي عملت سباحة وزميلي عمل عجل وأنا عملت جري، دخلنا مركز تالت أوفر أول والأول في فريق يعني في فريق الميكس تيم. بصراحة هي أول مرة أجي سنة عداء، البطولة بصراحة جميلة جدا، بدأنا كمان بدري فالحقنا الوقت بدري جدا، فبصراحة كان جو جميل قوي عشان نتسابق وخصوصا الجري. دي تاني سنة اللي احنا نبقى محضرين السباق ده، الحمد لله اليوم الأول امبارح كان فيه نتائج مشرفة قوي لكل أعضاء الفريق، والسباق التاني انه يعتبر اليوم التاني النهاردة احنا يعتبر أخذنا أول فرق وأول فردي وكذا نتيجة تاني، لسه السباق شغال وإن شاء الله يعني نجيب ميداليات كويسة للفريق. تاريخ رياضة الترايثلون يعود إلى أوائل السبعينات، وساعد انتشارها السريع كحدث جماهيري انضمامها إلى الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 ميلادياً. رياضة الترايثلون تعتبر من أحدث الرياضات المنضمة للألعاب الأولمبية، وهي مزيج ما بين السرعة وقوة التحمل، لذلك تتطلب بطولتها العديد من الإجراءات وأيضاً التنظيم القوي، وهذا ما تم تقديمه لكل الأبطال المشاركين في بطولة العالمين للترايثلون المقامة في إطار مهرجان العالمين من خلال تجربة فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط لا يمكن أن تنسى. نرنا عادل، إكسترا نيوز.